حلقة جديدة من المحتوى بتابعوها من خلال شاشة قناة مساواة الفضائية، ومثل كل عدد جديد بيكون معنا عدة مضامين متنوعة من العالم العربي، العالم وفلسطين أيضا. البداية مع العناوين. بالتزامن مع يوم العمال، رنين بشارات اسكندر تشكو الوسط الفني وكورونا. سلام قطناني تدون المعلومات العلمية وتحصد الثقة والمشاهدات. روبا بلال تتنازل عن جائزة إسرائيلية كأفضل ممثلة عن دورها في فتيان. مونتير بيخلص من الشغل وبيشتغل بعائلته. رغبتها المستمرة في الاكتشاف بتدفعها للتنقل بعوالم أو ضمن موجة من العلوم المتنوعة، وحبها لنشر المعرفة بتدفعها لمشاركة هالمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي وبتحصد تفاعل جميل. سلام قطناني صبية فلسطينية من يافا عايشة في الإمارات العربية المتحدة، بتدون الموضوعات العلمية مثل الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا والفضاء بلغة بسيطة وقريبة من العقل والقلب. رح نتابع جزء بسيط من أعمال سلام ونرجع لنحاورها. فيروس كورونا لسه الدراسات لهلأ ما بينت من وين جاي بالضبط، هي حيايا ولا خفافيش ولا غيرهم لسه ما بيعرفوا، بس على الأغلب جاي من حيوان بري ثدي. مشكلة أكل الحيوانات البرية إنه ما بتعرف إيش الفيروسات اللي عندهم ممكن تنتقل إلنا، وهذا الإشي بيصير كتير بالتاريخ. سكان أمريكا الأصليين مثلاً مات منهم أعداد هائلة جداً لما فاتوا عليهم الأوروبيين، بس بسبب إنهم ما كانوا متعودين على الفيروسات اللي في أوروبا ولا عندهم مناعة منها. حتى ذوبان الجليد هلأ بسبب الاحتباس الحراري عم بحرر فيروسات غريبة وجديدة محبوسة كانت بالثلج لألاف السنين، وما بنعرف كيف هاي الفيروسات ممكن تأثر علينا أو عغيرنا. نرجع لكورونا. الزنخ بهذا الفيروس إنه بينتشر بسهولة مقارنة مثلاً بفيروس سارس اللي صار بال2003، وتقريباً 10% وقتها من الحالات ماتت. كورونا لحد هلأ نسبة الموت فيه منخفضة تقريباً 2.4%، بس مشكلته إنه بينتشر أسرع، بينتشر برذاذ الهواء. يعني إذا واحد عطس جنبك خلاص هذا بكفي، حتى لو ما كان جنبك الرذاذ بقعد لفترة طويلة بالجو وبينتقل لأمتار، وممكن ينتقل لك المرض أو الشخص ينقل لك المرض بدون ما يكون مبين على المريض نفسه أعراض لسه. والمطارات بالعالم كله قاعدة عم تفحص حرارة الناس اللي جاي، مع إنه هذا الإجراء مش مثالي على فكرة، لأنه ممكن يكون واحد حامل الفيروس ومصاب فيه بدون ما يكون في عليه حرارة مرتفعة، بيكون لسه بفترة الإنكوبيشن أو الحضانة. تنضم إلينا سلام في هذه اللحظات، تحياتي سلام. أهلاً مصطفى. يعني تدوين المعلومات العلمية هو أمر مش كتير شائع في السوشيال ميديا، وبالذات في الشبكات الاجتماعية العربية، يعني مش كثير موجود. نعم. كيف بلشتي؟ هلا أنا بلشت بالصدفة، كنت بحكي لأصحابي معلومات على سناب شات، فقالوا لي إنه ليش ما تنزليهم يضلوا دائماً عشان بيروح على سناب شات. فعملت حساب إنستغرام وكتير انتشر وصار عليه كتير تفاعل. بعدين بلشت على يوتيوب. من 3 سنين لهلا انا عم بشتغل بالسوشيال ميديا او عم بنزل محتوى علمي. الموضوع انه ما في طريقه نحكي فيها مع الشباب هلا بالاسلوب التقليدي القديم. خلاص الشباب صار يفكر بطريقه ثانيه وصار يحلل الامور بطريقه ثانيه، فمحتاج طرح بيشبه طريقه تفكيره، بيشبه الطريقه اللي بيحكي فيها مع حاله. فانا كان حبيت انه احط محتوى زي هيك عربي، لانه في كتير ناس ما بتفهم الانجليزي وما بتعرف تدور على معلومات، فأي إشي بتعلمه صرت أشاركه معاهم. وصار كمان في ناس هلأ تبلش تعمل أشياء بنات، يعني بالتحديد أنا مبسوطة عشان إنه بنات كمان عم بينزلوا شغلات وعم بيصيروا ينزلوا فيديوز، يعني صابهم إلهام من الإشي اللي بعمله. فإن شاء الله تكون موجة أو بداية لموضة جديدة بالتفكير. مبدئيا لما منتابع على السوشيال ميديا فيديوز مثلا هدفها تضحكنا، منضحك بسهولة وممكن نتابع الشخص بسهولة لأنه الإضحاك ما بده كتير ثقة، لكن العلم بحاجة. يعني لما أنا اليوم بقرأ معلومة علمية من سلام، كيف بدي أخذها وأصير أتعامل معها كحقيقة؟ لكن اليوم الناس عم بتتابعك مع ثقة عالية بمضمونك. هلا المصداقية هو إشي أنت بتبنيه. أنا ما بحط مراجعي عشان الناس تشوفها. حتى لو بدي أحكي معلومتي لطفل عمره 5 سنين، أنا عليه مسؤولية إنه أدور بالمعلومة وأتأكد أنه عم بحكي له إشي دقيق وعن جد وأحكي له إياه. فالموضوع مش قصة شخص أو ملايين الأشخاص بيتابعوني، وهم بينتبهوا على الطريقة اللي أنا بحكي فيها المعلومات. ودائماً إذا بدي أحكي معلومة لازم أتأكد منها من أكثر من شخص، بتأكد من خبراء بعرفهم، بتأكد من الإنترنت، من كتب. فالمصداقية إشي بنبنى،
ولحد الآن أنا الحمد لله مصداقيتي منيحة، وبحس بمسؤولية كبيرة إنه إذا بدي أحكي إشي للعالم لازم أكون كتير متأكدة منه. فهذا الموضوع بنبنى ونبنى الحمد لله معي. بناء على المعطيات اللي عندك يا سلام، شو بهم الشباب العربي اليوم يعرف بمضامين العلوم؟ يعني هل تثيروا عناوين براقة؟ هل تثيروا مواضيع متعلقة بالغموض بالفضاء مثلاً؟ شو اللي عم تشوفه؟ الناس بشكل عام بدهم لف ودوران، لأنهم ما بيحبوا العلوم. يعني إحنا بالمدرسة قززونا عرفونا بالعلوم، وما حدا بيحب يدرس بعد ما خلص مدرسة. فبقدر أحكي لك عن أي شيء، بقدر أحكي لك عن الموز، بعمل فيديو عن البطيخ. البطيخ كيف كان تاريخه؟ طب كيف كان شكله قبل؟ البطيخ مثلاً بفوتنا بالتغيير الجيني والتعديلات الجيني اللي صارت عليه، وكيف بصير التغيير الجيني. فالشباب العربي بيهمه يعرف كيف بتشتغل الأشياء، بما أنه هو أكتر جيل هلأ عم يعتمد على التكنولوجيا، وضروري جداً يعرف الأساسات اللي طلعت منها هاي التكنولوجيا اللي غيرت حياتنا. والأساسات هاي هي المنهج العلمي. ففي تفاعل كبير، والشباب بالآخر بحب واحد يجي بطريقة لف ودوران شوي. فأنا بلف وبدور، بحاول أخدعهم بقصة أو شغلة كتير بتشد الاهتمام عشان يكملوا الفيديو. وبس يوصلوا للنص بيكتشفوا أنه أنا عم بتعلم أشياء جديدة، يمكن لازم أوقف الفيديو، بس لا أنا بدي أكمل الآخر، بدي أشوف شو بدها تحكي. خلال الطريق الخداع هاي، خلال الطريق سلام، وعم بقصد طريقك، لابد إلا صار في تحولات. يعني من الفيديو الأول للفيديو العاشر لابد في فرق أساسي. اللي قلتي هذا مش رح يشتغل منيح بالسوشيال ميديا، ما اشتغل، شو تغير بنهجك؟ هلأ ما في كتير أشياء تغيرت بنهجي. أنا من البداية كتير طبيعية، بحكي بطريقة طبيعية، وأحياناً بخبط بالحكي، أحياناً لازم أحط توت على فيديوهاتي. في مواضيع حساسة كمان بالبداية ما كنت أقدر أحكي فيها، زي موضوع التطور مثلاً، مع أنه التطور نظرية معتمدة بكل العالم. فبس مع الوقت عم بشوف إقبال أو عم بشوف تقبل من الناس لطريقة المنهج العلمي وللمواضيع اللي بتحيط فيهم بحياتهم الشخصية. يعني مش كتير تغيرت، بس طبعاً لازم أجيب الإشي اللي أنا بدي أحكي عنه بنفس الوقت بالطريقة اللي هم بدهم يسمعوها. أنا اخترت سلام اليوم أختتم مع مشاهدي المحتوى بفيديو لإلك بتحكي فيه عن أهمية القراءة وكيف ممكن تغير حياة الإنسان. وأعتقد اليوم كمان حتى لو ما كنا عم نقرأ فعلاً وعم نمسك كتاب، مدونة صوتية فلوج مثل اللي عم تعمليهن على يوتيوب هن بمثابة قراءة كتاب وأحياناً أكثر من هيك. شكراً سلام قطناني. عفواً، أهلا وسهلا فيكم. أنا مبسوطة كتير إنه في تلفزيون من الداخل عم بتواصل معي، لأنه بحس إنه في شوي مسافة بيننا، يعني عرب بالداخل وإحنا، فكتير ركزوا على هذا الموضوع كتير. يعني هدفنا الأساسي مد جسورنا مع امتدادنا الطبيعي. شكراً لك، سلام، نهارك سعيد. الله يسعدك، شكراً كتير لكم. من لا يقرأ يعيش حياة واحدة حتى لو اجتاز 70 عاماً، أما من يقرأ يعيش 5000 عام. القراءة أبدية أزلية. أمبرتو إيكو. من أول ما توعى الدنيا وإنت بتسمع القراءة بتطول العمر، بس عمرك ما وقفت وحكيت خليني أجرب أقرأ عن جد. معظمنا بطنش وبحكي هذا حكي دحيحة ونردات مش عايشين الحياة، وتجارب الحياة هي أكبر معلم. مظبوط، هذا الحكي صح وكتير، مع إنه كتير بنسمع ناس بتقول إنه القراءة غيرت حياتهم، وأنا واحدة منهم. حتى إنه في كتاب صغير كتكوت هيك 70 صفحة اسمه How Reading Changed My Life لآنا كويندين، بتشرح آنا فيه بشغف كيف إنه الشخصيات اللي قرأتها بالكتب هي أكثر حقيقية من الناس اللي بالحياة الطبيعية. هو عن جد فكر فيها شوي، شخصيات الكتب تسمح لأنه نقرب منهم ونعرف أسرار مشاعرهم وحياتهم الشخصية بدون فلاتر. أنا كمان ربطت القراءة بالحرية، مش الحرية هاي، الحرية هاي. فبتقول يعني عدم المؤاخذة، مش من فراغ النازيين أول إيش عملوه لما استلموا الحكم إنهم حرقوا الكتب. وصلت يا كبير؟ وأكيد كمان مش تصرف عشوائي إنه البيض بأمريكا منعوا العبيد من تعلم القراءة، لا، وأخذوا الموضوع سيريسلي لدرجة إنه العبيد بساوث كارولاينا كانوا مهددين اللي بنمسك بشيح إشاحة فقط بنظره على كتاب بيقطعوا له إصبعه. فبالنهاية أثبتت القراءة إنها من أعظم الأماكن اللي ممكن توصلنا للحقيقة، والحقيقة بتخليك حر. هذا برأيي أنا وآنا طبعاً، ممكن يكون فاتي. علاقتنا بالأكل مقدسة، أجدادنا علمونا أنه الأكل هو نعمة علينا أو واجبنا حفظها، لكن مجتمعنا صار بوعي أو بدون وعي مجتمع مهدر للطعام، مثلنا مثل كثير من المجتمعات ويمكن منتفوق عليها. حتى نعرف حجم الأزمة خلينا نحكي بالحقائق والمعطيات.
تنفق العائلة العربية في البلاد ما يقارب 26% من مدخولها على الأكل، وهو ما يقدر تقريبا ب 2230 شيكل شهريا، مع العلم أنه ربع هالعائلة تقيم أوضاعها الاقتصادية على أنها صعبة أو حتى صعبة جدا. بالإضافة لهيك أعتقد من المهم نعرف أنه بحسب المعطيات أكثر من ثلث النفايات في حاوياتنا هي بقايا طعام. ينضم إلينا في المحتوى عمر عاصي. تحياتي أستاذ عمر، ورمضان كريم. لين تحياتي، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. مبادرة هدر الطعام اللي أطلقتها جمعية الجليل، واللي الناس رح يعني أيضا جمهور البرنامج رح يبلش يشوف صور من هالمبادرة، هي مبادرة يعني واضح هدفها، بس بدنا نحكي أكثر بشكل عيني، أعطينا شوية تفاصيل حولها. نعم بالضبط، يعني كما تفضلت أنه للأسف كميات هدر الطعام مش بس في مجتمعنا، حتى على مستوى العالم بنحكي تقريبا على 1,300,000 طن، يعني كميات هائلة جدا جدا. للأسف مجتمعاتنا برمضان اللي هو شهر الخير والبركات وتقدير النعم بزيد عندنا كمية النفايات بشكل ملحوظ. يعني إذا بنأخذ أي بلدة عربية وبنشوف كمية النفايات، يعني بنأخذ جراف، فممكن نشوف إنه كيف النفايات بتزيد بشكل مباشر في رمضان. للأسف نفايات الطعام هي جزء الأكبر تقريبا في النفايات المنزلية يعني. والحقيقة المؤلمة أكثر إنه إذا أخذنا هذه النفايات اللي انرمت راح نلاقي منها إشي اللي هو مثلا خلص لا يستفاد منه، ولكن جزء كبير منه هو ممكن نستفيد منه، ممكن ما نرميهوش. أشياء يعني مثلا ظل في الصحن شوية أكل، للأسف مرات بنكب الزبل، خبز مش طري بالضبط فبنكبه على الزبل، في كثير أشياء يعني مجال واسع جدا يبحث، يعني لا تتخيل قديش حجم الدراسات العلمية اللي بتنعمل في الموضوع، لأنه الظاهرة صارت مقلقة مش بس اجتماعيا كمان بيئيا بطبيعة الحال. بطبيعة الحال، وهذا هو سؤالي المقبل، يعني أستاذ عمر حضرتك جاي من المجال البيئي، وبطبيعة الحال لما بنقول على هدر الطعام بالإضافة لكل القيم تبعت نعمة واحفظها من أنك ترميها في الأرض أو تهدرها، لكن كمان في خطر على المكان والبيئة والكوكب اللي احنا عايشين فيه. بالضبط، يعني في كثير ناس لما نحكي هدر الطعام ونحكي على احتباس حراري بيفكروا انه فيش علاقة بين اثنين، مع انه علاقة وطيدة جدا جدا. يعني في مقولة دائما بيحكوها العلماء والباحثين، يعني لو جبنا الاكل اللي بيحب في العالم حطيناه كدولي واحد صفطناه او عملناه جبل كدولي، راح يكون ثالث اكبر دولي في المساهمة في الاحتباس الحراري. تخيل يعني بعد الصين امريكا وهدر الطعام بتصير الدولي الثالثي. ليش؟ لأنه لما تحلل بقايا الطعام من غاز الميثان، غاز الميثان أكثر ضرراً على البيئة من ثاني أكسيد الكربون اللي يطلع من سيارتنا بشكل عام ب25 مرة. فإحنا للأسف كل الطعام بدل ما إحنا حتى نعيد تدويره بيروح على مطامر ويدفن وبيصير ميثان وبيساهم. شو الحملة عم تطلب نعم، شو الحملة عينياً عم تطلب من الناس؟ إحنا فعلياً نطلب من الناس شغلة أساسية جداً جداً اللي هي تقليل من الهدر. لأنه للأسف أنا وصلنا حتى رسائل قديش الناس بتكب يعني، والإشي بالكيلات كل يوم، يعني لو الواحد حتى لاحظ على نفسه بيشوف قديش الكميات اللي بتطلع. إحنا مطالب منهم يقللوا، إذا ما قدروش يقللوا ولازم يقللوا، إذا ما قدروش بيعيدوا تدوير النفايات منزلياً. الحلو كتبنا مثلاً على صفحة الجمعية على الفيسبوك الكومبوست في زمن الكورونا، كان كثير تفاعل معها، كثير ناس بتتواصل معنا تسألنا كيف نعمل كومبوست، شو نحط شو لا، وكيف ممكن نستفيد من الكومبوست في الزراعة المنزلية. يعني كثير ناس بتزرع في بيوتها فبيستفيدوا من هالبقايا أخرى مرة في الأرض عندهم. على أمل يعني أن تؤدي هاي الأزمة لإعادة حساباتنا أيضا فيما يتعلق بكل علاقة حفاظنا على البيئة وأيضا عدم هدرنا للطعام. شكرا جزيلا عمر عاصي، يعطيك العافية. شكرا لك. في يوم العمال العالمي نشرت الفنانة رنين بشارات اسكندر فيديو شكت فيه الحالة العامة والعلاقات بالوسط الخاص. نتابع ونحاور رنين. مساء الخير، كل عام وانتم بخير لجميع العاملات والعمال في الأول من أيار يوم العمال العالمي. هذا اليوم علينا غير شكل، يمكن في ناس بعدها بتشتغل يعطيهن ألف عافية، بس في كمان عمال وعاملات مش عم بيشتغلوا زي حالاتنا إحنا اللي بمجال الفن. مجال الفن اللي كل ما هو عم بغوص بالوحل أكتر وأكتر وأكتر للأسف.
قلال بهالمجال اللي بحبه بعد. للأسف قلال اللي بدعموا بعد مجال اللي كلياته منافسة، وأحيانا منافسة وسخة. لأنه إذا بتشتغل مع هدول بزعلوا عليك هدلاك، إذا بتشتغل مع هدلاك بزعلوا عليك هدول، فإذا بتشتغل كمان مع هدلاك اللي هناك بزعلوا عليك هدول اللي هون. فدائما في هاي الخربطيطة، وفي أحزاب، وفي تشققات وانقسامات، وهدول بيحكوا على هدول وهدول ضد هدول. إذا بتشتغل مع هدلاك أنت خلص نحط عليك إكس، أما إذا بتشتغل مع هدول أنت كتير منيح. فدائما في هاي الدوشرة بهذا العالم اللي ملان 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 وسخ. والأحلى من هيك إنه فيه كمان شوية صدق. عشان هذا الصدق بحب أقول لكم إنه اشتقت للخشبة، اشتقت للعروض، اشتقت للمسرح، اشتقت للأدوار، اشتقت للزملاء، اشتقت للجمهور، اشتقت للطاقات الحلوة والإيجابية. فبهذا اليوم بدي أقول لكم إنه أنا عم بقدر كل لحظة أنا اشتغلت فيها، كل لحظة أنا عم بقدرها اليوم أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. تعبت من البجامة، تعبت منها، تعبت من قعدة البيت، تعبت من كل إشي اسمه مسؤوليات وبيت وطبيخ وتنظيف ويلا وقيم وهموم. جابلي أعمل مسرح، سينما، تلفزيون، يوتيوب، اللي بدكم إياه جابلي أعرض. اشتقت. فكل يوم عمال وإنتوا بخير، وكل يوم عاملات وإنتوا بخير، وإن شاء الله بس منضلنا نشتغل ومنحرت الدنيا عروض بالبلاد وبريت البلاد، أو شو ما نعمل رح يحكوا علينا. اعملوا، حبوا شو انتوا بتعملوا، مش مهم شو ما بيحكوا، مش مهم شو ما بيعملوا، مش مهم اذا هدلاك ضد هدول، مع هدول ضد هدلاك، مش فارقة. المهم انتوا تكونوا مبسوطين. فلكل اللي بيشتغلوا بمجال الفن بدي اقولكم الجملة اللي مكتوبة وراي. هابي يوم العمال، عيد عمال، فرح ومرح واضحكوا، شجعوا بعد اذا بتقدروا، مش غلط، مش راح ينقص على وزنكم بالمرة ولا ينقص من قيمتكم، وهذا المهم. ادعموا بعض وشجعوا مع بعض، الواحد مش ماخد معه ولا اشي. بتأمل فيروس الكورونا علمنا اشي، احنا كلاتنا اللي بمجال الفن واولهن انا. الى اللقاء، تحياتي حبايبي. تنضم الينا الان الفنانة رنين بشارات اسكندر. تحياتي. تحياتي، سلامات، رمضان كريم. رمضان كريم رنين. يعني الناس سمعت الفيديو، الناس شافته أكيد قبل البرنامج على السوشيال ميديا، فيه عم تنقلي واقع أو مشهد على ما يبدو أنه فيه صعوبات وتحديات مش بسيطة. صحيح، يعني هو وجع بفكر، وهو هيك إشي بالقلب غصة، اللي حسيت انه لازم تطلع لبرا، حسيت انه اجى الوقت انه حدا يبادر ويطلعها لبرا، لانه كلنا شاعرين فيها بس كلنا ساكتين وبنقول خلوها على جنب نايمه. فانا حسيت انه من المنبر اللي انا موجوده فيه انه كتير منيح انه انا اعرض هاي الامور. طبعا بنكرش انه جزء كبير من الاصدقاء اتصلوا لي وقالوا لي انت مشاكسه او ولايش تفتحي هاي المواضيع، ما احنا كلنا عارفينها وعايشين بهذا الوسخ، فلايش نحكي عنه. إيه لا، بفكر انه يمكن انا اكثر انسان صح ان احكي عنه، وهقول انه اجى الوقت يعني لو نستفيد من ازمه الكورونا، بما انه كلياتنا صفينا سواسيه كاسنان المشط ولا حدا فينا عم بيشتغل، فيمكن اجى الوقت انه نعيد حساباتنا ونراجع حالنا ونفكر باي محل احنا موجودين، تبع انه احنا لا قادرين ندعم بعض ولا قادرين نشوف بعض ولا قادرين نحترم، ودائما في هذا الحكي. وبالاخير احنا يمكن اجى الوقت بهاي الازمه انه احنا نتكاتف مع بعض، ايد وحده يا عمال العالم اتحدوا، حتى نوصل صوتنا للناس المسؤولين، حتى احنا نقدر ناخذ حقوقنا، لانه حاليا احنا فيش عندنا حقوق. صفينا اكثر ناس مش عم تشتغل واكثر ناس متضرره، وفيش من يوقف حدنا لانه احنا مش ايد واحده. والمطلوب منكم بهاي الفتره ومن كثير من الفنانين انه يكونوا موجودين عشان يساهموا باسعاد الناس وبرفع الروح المعنويه، سواء من خلال شبكات التواصل او حتى من خلال مبادرات. يعني شفناكي باكثر من لايف عم تتواصلي مع الجمهور اللي بتابعك وتحاولي تخففي عن الناس بالحجر الصحي، وكانه ما حدا بتطلع على الجزء الفنان من المعادله، انما بنطلع على شو مطلوب منه.
بالفعل يعني حقيقي هذا اللي عم بيصير. يعني انا يعني انا شخصيا ببادر انه انا اطلع بلايفات اذا كان مع التيتفزية او اذا كان انا رنين، لحتى اعمل هيك منفس للاطفال للناس لجمهور المتابعين لإلي. بس بالمقابل مش عم بشوف حدا من المؤسسات عم بتطلع فينا احنا، ففي نوع من انك بتحس حالك وكانه انتركت لحالك وعم بقولوا لك دبر حالك اسبح بهاي المي الوسخه او العكري. والإشي جدا مزعج. بس هذا المنفس اللي انا عم بحكي عنه هو منفس مش بس منيح لجمهوري، كمان منيح لإلي. يعني انا بعد كل بطلع باحساس جدا حلو. اي نعم التواصل هو مش تواصل قريب زي لما انا على خشبه المسرح، بس حتى هاي اللفه اللي كانت في شوارع حيفا واللي راح تتجدد اليوم في الطيره هي كمان منفس لإلنا. انا يعني بخفيش عنك مصطفى انه روحت ايدي معضله، ايدي الثانيه لما بلشت اشوح فيها وابوس فيها كمان عضلات، نمت كل الليل وانا موجوعه من ايدي وجع ظهري قد ما كنت متلهفه. كميه اللهفه اللي كانت عندي لا توصف، يعني كنت أنط زي المجنونة وكأنه بحياتي ما حداش طلعني على خشبة مسرح، أو زي المسجونة. حقيقي هذا الوصف والتشبيه، زي المسجونة وطلعوها من السجن. خلال فترة التقييدات رنين يعني شفناك كمان أنت والعائلة جورج وهاني عم بتكونوا موجودين على السوشيال ميديا كمان بفيديوهات مرحة، كمان بتيك توك وتطبيقات، وكأنه هيك تعال نفرغ، تعال نتسلى، وتعال نحاول نمضي وقت كعائلة بطريقة تكنولوجية. يعني ضل في طريقة تانية؟ احكي لي إذا في. يعني ما هو فيش طريقة تانية، وبدك تطلع، بدك تفرغ، بدك تحكي، بدك تتواصل، بس فيش طريقة. فبتحس وكأنه هذا المهرب أو هذا الملاذ. فيعني صفيت إنه أنا بشكل يومي وفوت على التيك توك وبعمل، يعني حتى لقيت ممثلين اللي أنا جدا بحبهم، يعني زي سامية ليش اسم نسيت الأسامي من عيلة سبع نجوم أعتقد، سامية الجزائري فيعني أنا كتير بحبها، فحسيت إنه هذا منفس أنا بدي أقلدها، بدي أعمل أشياء بتشبهها، بدي أطلع، بدي الناس تشوفني، بدي أضل بتواصل مع الجمهور، لأنه بالنهاية إحنا بدون الجمهور. من بداية حديثنا رنين رسالتك واضحة، بس إذا بدي أطلب منك هيك من خلال المحتوى توجه رسالة لكل المسؤولين اللي قادرين يسمعوك ويفهموك بحاجتك الأساسية كفنانة بهاي المرحلة. أنا بدي أحكي بس جملة واحد. مبارح على سبيل المثال وصلني إنه كان في مظاهرة لعدد كتير كبير من الفنانين في مدينة حيفا. انزعجت جداً لأنه أنا ما عرفتش عنها. بفكر أجل وقت الأحزاب والشلالية، بالرغم من إنها أحياناً هي ممكن تكون جداً مفيدة ومنيحة، بس في ظل الأوضاع الراهنة الموجود واللي عم نعاني منها كلياتنا، رجاء خاص تعالوا نتوحد على يعني قد ما بنقدر على كل واحد وقدراته وإمكانياته، وتعالوا إسا نوقف وقفة واحدة عشان نواجه المؤسسات اللي مش عم تتطلع فينا، عشان نسأل الأسئلة ونلاقي عليها إجابات. لما أنا بسأل هاي الأسئلة لوحدي بردوش علي، بس لما أنا بسألها مع كمان 30 و40 فنان أكيد راح يكون في إلنا منبر وفي إلنا رد. فرجاء خاص تعالوا نتنازل عن كل شو احنا مفكرين عن حالنا، رجاء خاص النرجسية هاي نحطها على جنب وتعالوا نتحد مع بعض، لأن ساعتها بس رح يوصل صوتنا. شكرا رنين بشارات، رمضان كريم. شكرا مصطفى، يعطيك ألف عافية. شكرا، إلى اللقاء. أصدرت الممثلة الفلسطينية ربا بلال بيان بتبلغ من خلاله عن تنازلها عن جائزة أفضل ممثلة في مسابقة الأكاديمية الإسرائيلية للتلفزيون بعد ما منحتها إياها يوم الأربعاء الماضي إدارة المسابقة طبعا. وجاء في البيان الصادر عن الفنانة: إنني أتوجه بهذا للأكاديمية الإسرائيلية للتلفزيون للتنازل المعنوي والمادي عن جائزة أفضل ممثلة عن دوري في مسلسل فتيان والتي منحت لي من قبل الأكاديمية. وقالت ربا إن تقديمي لدور أم الشهيد محمد أبو خضير في مسلسل فتيان الذي أنتجته شركة HBO العالمية هو محاولة مني لنقل صورة الألم والمعاناة والصراع الفلسطيني للعالم، بالإضافة إلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي. ف
فبالمقابل اختارت الأكاديمية الإسرائيلية للتلفزيون هذا العام نقل أسماء الفائزين بمسابقتها كجزء من احتفالات استقلال دولة إسرائيل، والتي بالتأكيد تمثل بالنسبة لي كما تقول ربا احتفالا بالظلم التاريخي والنكبة المستمرة التي مر ويمر بها الشعب الفلسطيني. سنتابع الآن الإعلان الرسمي لمسلسل فتيان، أحد الأعمال المهمة التي توثق قصة الشهيد محمد أبو خضير بقالب درامي مؤثر. نتابع. חוטפים לנו שלושה ילדים תמימים. ללא כל פרט מידע, עומדים כאן אלפים. גם בשמחה, מרינה וצהלה. יש פה מדינה שלמה שבטוחה שהם בחיים. אני מפחד מהם שאחרי. מה יקרה שיגלו שהתפילות לא נענו? רוב אמונה, עם סגולה. קרה משהו? כן, אבל לא תמיד יש לי מספיק כוח. אוי קלה, אוי קלה. يهود حواليك جاوب مش بالعربي. يلا روح بسرعة. محمد. أخي ما كوري ما بنشي. عم نفحص. كل عم إسرائيل بالتهوف. كي نكما زي دبر تيفي. أنا צריך רק להגיד שיש עכשיו הרבה שמועות בחוץ. אני מציעה לכם לא להסתכל על זה. من هذا الخبر والفيديو ننتقل إلى فيديو آخر صور أو وثق من شرفة أحد البيوت في حيفا لمسيرة الأول من أيار هذا العام. نتابع. أول من أيار عيد العمال الأحرار. عاش الأول من أيار عيد العمال الأحرار. يا عمال ما بينفعكوش غير المنجل والشاكوش. يا عمال ما بينفعكوش إلا المنجل والشاكوش. بدنا عمل للعمال، بدنا خبز للأطفال. بدنا عمل للعمال، بدنا خبز للأطفال. تحيا الشبيبة الشيوعية. تحيا الشبيبة. تحيا الشبيبة. مين احنا؟ وين ما رحنا؟ في الشارع، في المصانع، في الجامعات، في السجون. من فلسطين وسوريا اجتمعوا من خلال زوم ليقدموا رح تخلص يا كبير بمحاولة لنشر الأمل بزوال الأزمة. منتابع الكليب ومنرجع نتابع. مهما رح بدي اخلاقك لو شو ما صار يصير رح تخلص الحالي والله صدقني يا كبير. مهما رح بدي اخلاقك ولو شو ما صار يصير رح تخلص الحالي والله صدقني يا كبير. روقها بتصير رح تخلص الحالي والله صدقني يا كبير.
يعني لو بتشغل مخ بيها القعد شوي صغير روح اقرأ لك شي رواية أو حتى شي قصصيح وإذا ما بدك حرك حالك تعلم طبخة أو تنتهي. ينضم إلينا الآن فادي نجم هالأغنية، تحياتنا لك ورمضان كريم يا فادي. سلام مصطفى، تحية لك ورمضان كريم. كلنا قبل أزمة كورونا كنا نستنى يصير الوضع إنك فاضي وبالبيت ومش مطلوب منك ولا تطلع ولا تتحرك، فجأة عم نشكي من الموضوع. شايف؟ احكي لنا شوي عن هذا العمل. أول إشي العمل هذا هو يعني عبارة عن عمل بيتي اللي هدفه نوصل رسالة لكل الناس إنه تطلعوا على الجانب الإيجابي اللي موجود بالحالة اللي إحنا فيها، وحاولوا خلوا الضحكة أو استغلوا هذا الوقت وعملوا فيه إشي مفيد عن جد. كان من المفترض تكون معنا أيضا يعني ميس من سوريا، لكن مشاكل تقنية حالت دون ذلك. بدنا تحكي لنا شوي عن التعاون، يعني ليش ميس تحديدا، كيف تبلور الموضوع؟ تمام، عشان ما أطول، العمل هو من فكرتي لما خطر على بالي، حكيت مع ميس اللي هي صديقة قديمة طبعا اللي من سوريا وبتغني وأنا بحب صوتها كتير، فحكيت لها عن الفكرة وبنفس الوقت توجهت لجون حنضل اللي هو موزع موسيقي من بيت لحم، حكيت له عن الفكرة ومع بعض كوننا هاي الفكرة طبعا إنه نعمل كل إشي من البيت. يعني اللي سمعتوه، الصوت اللي سمعتوه هو عبارة عن تلفون مش أكتر، لا موصلين أي إشي على استوديو ولا الفيديو نفسه مغنين فيه، حتى الإيقاع تبع الأغنية هو مكون من 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 صحون، من من كوبايات نعزف على الإجرين، على الطاولة، من فينجر تاب، أشياء كتير بسيطة جمعناها فوق بعض وعملنا من الأغنية هاي. ردود الفعل خلال هاليومين على الأقل من لحظة صدورها؟ واو واو، إشي كتير حلو عن جد، يعني من كل الدول اللي شارك فيها ومن غير دول عم بوصلنا رسائل، عم بوصلنا إنه واو كيف عملتوا هيك إشي جديد، يعني الكل عم بعمل أغاني، الكل عم بعمل موسيقى واللي عملتوه إشي كتير جديد، فكتير مبسوط من هذا، من ردود الفعل الموجودة حاليا. فهذه بحب أطمنك إنه رح تخلص يا كبير ورح ترجع على الاستوديو وعلى المسارح وتقدم عروضك لايف أمام الناس، وبدي أشكرك جزيلا على هذا الحوار ومبروك إلك ولميس ولكل من اشتغل بالكليب. مصطفى بس شغل صغيرة أخيرا، أشكر بس اللي شاركوا معنا، مهم جدا في البداية ربا نصر الله، يعني اللي هي إلها جزء كبير من يعني من التعب بهاي الأغنية، شادي حج وجون حنضل، رنيم نحاس وعلي حلو وعبير حجازي من لبنان وفادي نعمة من سوريا وطبعا ميس، يعني بالنجاح ويعطيكم العافية جميعا. شكرا لك مصطفى. رمضان كريم. رح نعرفكم بهالفقرة على مونتير، يعني ممنتج بيشتغل في التلفزيون نهارا ولكن بعد الظهر بيستخدم أدواته المهنية في ألعابه العائلية. فادي حزبون وشقيقه جوان معنا في المحتوى، تحياتي يا شباب. يعطيك العافية مصطفى. يعطيك العافية فادي، يعني احنا الناس عم بيشوفوا ايضا هيك مشاهد متفرقة من فيديوهاتكم، واكيد متابعيكم بيعرفوا منيح شو انتم عم تعملوا خلال فترة الحجر الصحي، لكن ببداية سؤالي رح يكون لك قبل ما نحكي مع جوان، انت مونتير ادواتك المهنية اللي بتكون الصبح بالتلفزيون تختلف تماما عن كيف منوظفها بعد الظهر مع العائلة، احكي لي شوي. بداية أحب أحكي رمضان كريم أول شيء لكل المشاهدين لكل الموجودين معك. أنا حاليا موجود، تعرف بما أني موجود بالحجر الصحي مش عم بشتغل كثير بالكوتس وكذا، فكل وقت عم بكون موجود مع العيلة مع جوان، فطلعت معنا فكرة اليوتيوب أول شيء مع جوان، حاب كثير يكون كان موجود باليوتيوب، مجال اليوتيوب، بما أنه أنا تخصصي كمونتاج وأديتينج، فقلت ليش ما أدعمه ونساعد بعض ونطلع بأفكار سوا وبننزل ونطلع ومشت هيك معنا الأمور. جوان شو غير بحياتك فعاليتك على يوتيوب والفيديوهات اللي عم تطلقوها انت وفادي؟ هيك بطلت انه زي اسحب قدام الكاميرا، صرت عادي لما كنا اول فيديو بالبلوج لما رحنا على المهد بالتخت والمركزة عادي، كنت بطلت اسحب.
شو اللي خلاك تخجل أقل أو يصير في عندك ثقة بنفسك أكثر؟ يعني دعم الناس على الشبكات، الكومنتس اللي بتوصلك، شو اللي خلاك تحس بثقة أكبر؟ عشان هيك إنه لما صاروا مع أخوي بدينا ما كانش عندنا كتير مشاركين، لما كنا ننزل صار عندنا كتير، صار يسمع حكي الناس والناس تحب شو عم جون بيقدم، فهذا كله يتغير، نجح إنه يغير شخصيته لجون يكون أقوى قدام الكاميرا وقدام العالم كمان. حلو حلو جدا. فادي رح نشوف بعد شوي فيديو مجنون انتم عاملينه مع العيلة اللي فيه تحدي الاكل، يعني كمان كل العيلة عم تشترك. احكي لي شوي كيف تقنع يعني امك وابوك وهيك يكونوا جزء من... مش بسهوله بقنعهم، لا مش بسهوله. احكي لي بس كيف بصعوبه عشان نتعلم نقبل نستصعب، بس يعني بيقتنعوه. بعد ما نحضر انا وجوان طبعا الادوات وكل شيء موجود عندنا، نبلش نحاول نقنع فيهن انه اوكي بدنا نصور فيديو مع بعض، حلو راح يضرب راح ينجح، الناس بتحب هيك، لا بحبش مثلا بيحكوا لي لا يلا بنجرب مع بعض، نكون طبيعيين عفويين، بيقتنعوا بالاخر. يعني ما احنا قاعدين وقاعدين بدنا نغير جو، بنتسلى، بنسوي حركه بهالدار وحركه على الانترنت. في فيديو سم بدنك، واسمح لي بالتعبير، في فيديو عمل مشكله بالدار بعد ما صار او مقلب من اللي عملتوهن جوان، بينفع تشيلنا سر عادي؟ مش فاهم انه ايش، من اين عم بس يعني هل في مزحه مره عملتوها ما تقبلهاش حدا من العيله بشكل جيد، او ما كانش رد الفعل زي ما انتم بتتمنوا او بتستنوا؟ ممكن كان يكون في لما تاع البيض، مش تحديات اللي هذا الصغير لما جبنا للصفار النوتيلا وسلقناه وحطينا عليه شو اسمه نوتيلا وجوز الهند واعطينا للعيله على اساس انه كعكي ما كعكي عاملينه، ففي منه متعب صار اللي ما عجبه، بس احنا عودنا بالمونتاج بطريقه معينه زبطنا الامور انه كله تمام، بعدين اتفقنا انه ننزله ونزلناه. بس بصير طبعا يعني فيش شيء بيمشي هيك معنا وكانه حلاوه يعني. عم بتبلش على يوتيوب بشكل مكثف اكثر، اللي بيعرفك فادي بيعرف انه من سنين يعني انت موجود على الشبكات الاجتماعيه، بس يوتيوب فادي حزبون تي في عم بيكون جديد، شو عم بتخطط بهالمشروع؟ اوكي بدايه تنصح شو بتحكي، انا كنت زمان كنا على فاينز، ما فاينز تطبيق قبل 5 سنين، واليوم احنا على يوتيوب. اليوتيوب انا بحس انه هو ساحه اكثر يعني لصناع المحتوى، بقدر انت توصل كل شيء انت عندك اياه حابب توصله للعالم، ان كان بفن الطبخ بالموسيقى بالتصوير بالمكياج بالرياضه، هو اكبر منصه اليوم بدل القنوات اللي موجوده اليوم. ف يعني انا ليش عم بشرح هذا الموضوع؟ بدايه حكيت لك عشان جوار، اثنين لانه حابين نصل لشيء معين اللي هو عالم السوشيال ميديا هذا كله كبير، عالم اليوتيوب، عالم التحديات، الفلوجز، كل شيء موجود على الانترنت. الناس حاليا رح نتركهم مع فيديو للعائله تحدي الاكل، جوان وفادي شرفتونا بالمحتوى وشكرا لكما. يسعدك مصطفى، يعطيك العافيه. اذا رح نتابع تحدي الاكل لعائله حزبون، شوفوا الاطعمه الغريبه اللي خلطوها مع بعض وكيف عملوا هالتحدي ومين فاز. نتابع. مرحبا، شو الاخبار يا حب؟ اليوم بدنا نلعب لعبة. هاي اللعبة انه مثلا انا وفادي حط اصبع لونين، اللعبة تختار مثلا اختار شو اللي بتختاره راح يوكل اكلة جدا مكرفة. اشياء سبيس بسيطة. شو بسيطة؟ ايش بدكم؟ طيب ايش بدكم؟ نبلش طحين بطحين. طيب حطوا اصابع، حطوا اصابع. واحد، اثنين، ثلاثة، يا رب نسلم. اخي بتختار إلى هنا منوصل لختام هذا العدد من المحتوى، نلتقي بكرة في نفس المساحة التلفزيونية اليومية، كونوا بخير.